الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمد صالح. المعروف إن الألوان نعمة خلقت مع خلق الكون. الألوان في حياة محمد صالح؟ والله الألوان أنا حقيقي بحبها جدا. أنا مثلا بحب الألوان الأبيض والأزرق، وبتفائل بالألوان اللي هي فيها استبشار، أتفائل بالخضرة، بتفائل بالألوان اللي فيها بهجة، يعني بأسخط أو بتضايق من الألوان اللي تعمل نوع من الإزعاج، تعمل نوع من الإثارة المرهقة للأعصاب. وبعدين أنا مؤمن أن الألوان دي من الآيات الإبداع الإلهي. حضرتك الألوان لو نزلتي بحر مثلا زي البحر الأحمر وبصيتي في قاع البحر بتلقي دنيا من الجمال والسحر. وبنشوف حضرتك في عالم البحار مدى الإبداع الإلهي في خلق البحار وفي خلق المحيطات، الحدائق النباتية اللي بنشوفها تحت والأسماك الملونة والدنيا الجميلة. فربنا سبحانه وتعالى هو الفنان الأعظم لهذا الكون، وهو سبحانه وتعالى خلق الجمال وطلب مننا نحب الجمال. وعشان كده أنا بأعجب من بعض التيارات أو بعض الاتجاهات اللي بتكفر أو بتكره الناس في الفن وبتكره الناس في الألوان وبتكره الناس في الجمال. دي ناس أنا أعتقد ما تفهمش حاجة عن الدين وما تفهمش حاجة عن أسرار الله سبحانه وتعالى. إيه اللون اللي بيتناغم مع الموسيقى من خلال إحساس حضرتك بيه؟ والله أنا أحب أوي الألوان السماوية، أحب الألوان اللي فيها الإخضرار الفاتح أو مش الزاعق، أحب الألوان اللي فيها اللي بتجمع بين الحمرة وبين الأحمر والأصفر، الأحمر والأصفر. يعني أنا أحب الألوان اللي فيها هدوء، تؤاني يعني مش برضو ما يكونش برضو نوع زاعق، أو أحب الألوان اللي فيها نوع من الهدوء يعني. اللي فيها نوع من الهدوء اللي ما فيهاش يمكن حتة الإثارة اللي أنا بقولها دي. الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمد صالح، الحب من أسمى المعاني اللي وضعها ربنا سبحانه وتعالى عشان يقرب بين قلوب البشر. أستاذ محمد، مكانة الحب في حياتك إيه؟ والله الحب في حياتي أنا بتحرك بيه في كل حاجة، في كل حياتي على المستوى الشخصي وعلى المستوى العام وعلى مستوى تعاملي مع الآخرين، مع حد، مع كل الناس كلها. أنا حقيقي بحب الناس كلها، وعمري ما كرهت حد ولا أتصور أن أكره حد. يعني يمكن أنفعل، ممكن أزعل، ممكن أغضب، لكن بلا كراهية وبلا إضمار أي شيء سيء لأي شيء أو أي فكرة أو أي اتجاه، حتى الأفكار اللي أنا مش متفق معها ما أكرهاش. خد بالك، تفتكر الحب تضحية ولا أنانية أستاذ محمد؟ وهل بتتفق التضحية مع الأنانية في الحب؟ هي دي عبقرية الحب وسر الحب، فيهم الاثنين التضحية والأنانية. هو ده الإنسان حضرتك، في يعني الخير والشر في نفس الوقت، في الحب والبغض، في يعني أكثر الناس حبا هم اللي ممكن قوي في لحظة يكره، أو مش عايز أقول كلمة يكره، اللي هو يعني ما يحبش في نفس الوقت مع أنه بيحب جدا. زي حضرتك القطة اللي بتاكل ولادها دي، هل بتاكل ده حب؟ تاكلها حب، في بتفترسهم تبلعهم، ها، بالمنطق الحب. فهو الحب ده عملية غريبة جدا وعملية لها أسرار ولها أشياء غامضة، لكن لو فكرنا فيها هنلاقي لا غموض ولا سحر ولا حاجة، وإن هي الحقيقة كده وهي الحياة كده. وهو ربنا سبحانه وتعالى جعل الأبيض في الأسود والحب في الكره لو جاز التعبير، والليل في النهار، ويعني الضوء والظلمة أو والظل، وهكذا. هو يعني مراية الحب عامية، ده مثل أستاذ محمد بيتقال دايما. علاقته إيه بالحب؟ والله مراية الحب عامية دي حقيقي يمكن كلنا بصورة أو بأخرى بنحسها. خد بالك لما أنت تشوفي مثل واحد أو واحد تقول إيه ده، إيه الست اللي متجوزها الجدع ده، أو إيه الراجل اللي متجوزها الست دي، اللي يعني اللي متجوزها الست دي، ها. إنما أنت لو بصيت بعيون الست أو بعيون الراجل هتلاقي فيه فعلا جمال، وربنا سبحانه وتعالى باطن جمال أخرى غير الظاهرية، جمال غير الجمال الظاهري اللي ملموس لأول وهلة. يعني ربنا سبحانه وتعالى ما حرمش حد من الجمال إطلاقا. وربنا سبحانه وتعالى أنا مؤمن تماما أن ربنا سبحانه وتعالى إدى لكل الناس حظوظ واحدة، أو إدى لكل الناس يعني نصيب واحد من كل شيء، مهما بدا ان البني ادم ده ما عندوش حاجه من اسباب السعاده او ما عندوش شيء من اسباب الجمال او ما. لا، ربنا مديله اشياء. لو حضرتك قعدت وتاملتي هتجدي انه بالظبط واخد زي حضرتك بالظبط من كل بطريقه الجمل الناقصه. استاذ محمد، لو قلنا حياه ناقص حب بتساوي ما تساويش حاجه اطلاقا خالص. يعني اخلاص زائد ايه يساوي حب؟
إخلاص يعني هو لوحده خد بالك زائد يعني إخلاص زائد عطاء، إخلاص زائد قدرة على عطاء بيساوي حب على طول. صداقة ناقص حب تساوي إيه؟ يعني ما تبقى الصداقة تساوي صداقة ناقص حب تبقى زيف ووهم وكذب. أستاذ محمد، أغنية حب حضرتك بتفضلها وبتحب تسمعها، بتسمعها من مين من المطربين أو المطربات؟ والله أنا أغاني الحب اللي بتعجبني كتير قوي، وحضرتك عارفة يمكن أغاني من واحدة منهم. والله مش هو يا كتير، أصلا عارفة الحب ده كل موقف ليه حاجة، الغنوة اللي حضرتك بتحس بيها في موقف معين، مثلا ممكن مثلا تعجبي بي مثلا يا دنيا يا غرامي، مثلا عمري ما حنسى يوم الاثنين يوم ما تقابلنا احنا الاثنين مثلا، لو كنت مثلا اول حب في حياتي كان يوم الاثنين مثلا، خد بالك فتفتكري الغربة دي من وقت لوقت. ممكن تفتكري مثلا مثلا صفيني مره وجفيني مره لعبد الحليم حافظ احيانا، ممكن مثلا حاجه لاسمهان دخلت مره جنينه مثلا. يعني الاغاني الحب دي والاغاني العاطفيه بشكل عام الانسان السوي لازم يحبها ولازم يعجب بيها.